21 فبراير ماشي هو الام عيد الام عيد الام بمارتش ب 21 فبراير اول شيء بيعني لك هيدا التاريخ والله لا ابدا ابدا فكر شوي لا 21 فبراير هو العيد ديال لغة الام لا عمرك ما سمعتي عنه لا بصراحه قد ايه بيعني لك يعني هيدا اليوم وقد ايه مهمه لاختك يعني هي لغة تربينا عليها اللي نعتز بيها واللي يعني نحب نحكيها اصلا انا اول مره اسمع عن الموضوع ده بس انا اعرف ان كل حاجه ليها يوم عالمي فحتى الاب مؤخرا يعني هاد النهار كيحتفلوا بيه بلغه الام ديالنا اللي هي اللغه العربيه واللي تنسات في البلاد تاعنا ما بقيناش كندوبوا بها بزاف ولينا شويه فرانكوفون كنميلوا للدارجه شويه وتنخلطوا الفرنسي مع العربية هل بنحتفل في مصر باليوم العالمي للغة الأم؟ والله ممكن يكون في احتفال بس أنا مش عارفة بصراحة ما تنظنش يحتفل به ولكن المهم اللغة اللي عندنا احنا هي لغة أم بالنسبة احنا المغاربة عندنا اللغة العربية وعندنا الأمازيغية وعندنا اللغة الحسانية وعندنا الريفية والله حبيبتي أول مرة أسمع فيها بصراحة أنت باش كتهضر؟ نهضر بالأمازيغية قلنا شي كلمات وصحهم لينا من زاك مين استفزيت ما كي دايره لا باس عليك قلنا شي كلمه واحده اخرى ضرب ربي ادي له نزار شنو هي طلب يا ربي ادي له نزار طلب الله تعالى يجيب الشتاء صعيبه شويه صعيبه انا شلونك اخبارك شكو ماكو ماكو كل الهلا زين طيب بس تتغزلوا بصبية حلوة شو بتقولوا لها؟ فدول الله فدول الله حلوة هيدا من اللغة العامية المصرية فيها كلام كتير ما مش دارك في اللغة العربية يعني أنا مثلا في اسكندرانية مثلا في له أيو مش عارفة يعني طب معناها إيه؟ هو علامة التعجب معناها إيه؟ أكيد لها أصل أنا ما عرفوش برضه بصراحة ورور يعني ورا ورا يعني عظيم عظيم باللغة الهيروغليفي اللي هي لغة المصرية القديمة طبعا الأصلية كل واحد كيف تاخر بالاصل ديالو وبالايدنتيتي ديالو يعني بحال انا كنفتخر انني مغربيه وعندي اصول امازيغيه وعربيه في نفس الوقت